قصتنا اليوم قصة أحد الخوات، وهي حقيقة قصة مؤلمة ولكن فيها فوائد كثيرة جدا جدا. تقول هي قصة عائلية، هي تربوية، هي يعني فيها نضج فكري. ندخل في القصة، تقول أنا امرأة تزوجت وسكنت مع زوجي في مدينة الرياض، وأنا من مدينة تبعد عن الرياض 300 كيلو تقريبا. وتقول الحمد لله أسرتي سعيدة، أنا وزوجي، والحمد لله حملت، وقبل الولادة بفترة طلبت من زوجي أني أنا أروح أولد عند أمي وخواتي وأهلي وأقرب لي، وقال لي يا بنت الحلال أنت هنا موجودة في بيتك، وأنا أجيب أمك عندك واللي تبين أجيبهم. فشاورت أمي، أصرت أمي وخواتي أني أجيهم للمدينة وأولد عندهم. قال أنت بجنبي ويمكن أحتاج شيء، أنا أرعاك بشيء، ما أقصر معاك، أهلي عندك إذا تبين. فتقول أصررت إصرار أني لازم أروح لأهلي. وقال وتقول عاد الصراحة الرجل يحبني ويقدرني ولا يقبل بزعلي أبدا. فأخذني ووداني إلى أهلي، وداني قبل شهر. وتقول الصراحة كل يوم يتصل علي، شو أخبارك، شلونك، ناقصك شيء، شلون، تبين أجيك، تبين أروح لك. ونهاية الأسبوع يجي عندي ونتمشى، المدينة فيها بحر ويروح يتمشى وياها ومطاعم، ويرجع مرة ثانية ويتفقدوها، وإذا اليوم الثاني يرجع للرياض. تقول فكان يعني عازني جدا عند أهلي، إلى أن ولدت ولله الحمد وجاني. ومن أول ما دخلت المستشفى جاني، وفعلا بعد ما ولدت بست ساعات هو عندي في المستشفى، وقبل رأسي وجلس معاي يومين في المستشفى. رحمك الله. وتقول بعدها طلعت من المستشفى إلى البيت ورجع إلى الرياض، وكل يوم يتصل فيني، ها شخبارك، شلون الولد، طيب، الحرارة شلونها، ناقص شيء. تقول قام بواجبة، تقول أبد كل 10 أيام يجيب لنا ذبيحة لي ولأهلي، إذا جاء من الرياض لنا جاب لنا ذبيحة أنا وأهلي. تقول إلى أن انتهت النفاس 40 يوم، فقال لي تبي الأسبوع الجاي نرجع؟ قلت والله خل أشوف، أنا بتصل عليك. تقول اتصل علي، قالوا لي اللي يعزون علي خواتي وصديقاتي وبنات خالتي وبنات عمي، ويجون عندنا ونسمر لآخر الليل ويشوفون الولد ويقلبونه. قال اقعدي شوي اصبري، قولي له اصبر. قالت يا أخي أستحي من عنده. قالت لا أعزلك، تراه يشتاق لك أكثر. تقول يعدي الأسبوع، الأسبوع الثاني، ها متى جي؟ قالت اصبر لي شوي أسبوع. تقول الأسبوع الثاني اتصل علي السبت، ولا اتصل علي إلا يوم الربوع بعد 4 5 أيام. اتصل علي يوم الربوع، قال ها أجيك بكرة. قالت لا لا الأسبوع الجاي. تقول يفوت أسبوع كامل ولا يتصل علي. جاء الخميس ما اتصل، جاء الجمعة اتصل، قال ها أجيك. قالت ها والله تأخرت علي، أنت خلا أقعد أسبوع. تقول له تقعد 10 أيام ما يتصل علي. تقول توقعت خلاص يعني. تقول أنا الآن الصراحة وأنا والدة والولد عندي بديت أحس إنه في شيء جايني في الطريق، ما أدري إيش. تقول المهم بعد مضي 25 يوم أو شهر وأنا أماطل فيه، وبسبب النصايح اللي قاعد
تجيني. والله يجي يوم ان اخذ تقريبا 20 يوم ما اتصل ولا اتصال عليه. كانت اتصل عليه. قلت ها سلامات ناسينا انت؟ قال ما ناسي بالعكس. انا ودي الحين تقول تعال خذني. قالت الحين تعال خذني. قال ابشر بكره أستاذ من الدوام والفجر وانا جايك. يقول تقول وفعلا ما صار قبل الظهر له عندي. قالت قعدت تغد عندها. قالت قال ابشر تقول نتغدى وناخذ عفشنا وشناطنا ويانا البيبي الولد وحنا راجعين. تقول يوم انتصفنا بين الديره وبين الرياض قال ام فلان قال لا تزعلين مني. قالت ما بيناتنا زعل. قال ترى الدور الثاني في زوجة ثانية وأنت تحت بيتك محفوظ ولا له أي شيء. دهنت وصلحت له مطبخ جديد وعفش جديد وغرفة نوم جديدة اللي تبي تراه جاهز. تقول وانا أمسك الطريق كله وراسي عند رجلي. تقول شو أقول؟ أتصل بأمي أتصل بأختي ولا بنات خالتي ولا بنات عمتي أخليهم يضحكون علي يشمتون فيني؟ فتقول دخلت بيتي وتعوذت من الشيطان وقررت إن شهر كامل ما أتصل بحد أبدا. فتقول مثل المحارب لملمت نفسي وجراحي وقلت أنت ما ديت بالخطأ راح أدخل بخطأ أكبر، لكن خلى أرضى باليسار وهذا من إيدي وبسبب أسمع نشور غيري. وهذا حقيقة ما أحببت أشارك فيها اليوم بهذه القصة. الله يبيض وجهك.